فهد الشهابي، إنسان بحريني من مواليد 1977، ولدت في مستشفى آرف في محرق، لكني قضيت كل طفولتي في مدينة عيسى. الوالد الله يحفظه من محرق، والوالدة أو مثل ما أحب أسميها حلوة اللبن من المنامة، وأصولها من السعودية. درست 9 سنين في مدرسة عثمان بن عفان في مدينة عيسى، كانت وقتها المدرسة ابتدائي وإعدادي. وقت اللي دخلت الصف الأول كنت داش وأنا أصغر من السن، كان عمري 5 سنين. كان في نظام اسمه الطالب المستمع، يدش الطالب يتعود على جو الدراسة، وفي نهاية السنة يعيد السنة اللي بعدها مع الطلبة اللي من عمره. سنتها كانت السنة الدراسية 3 فصول، أنا ما دخلت في الفصل الأول، دخلت الفصل الثاني، وشاء رب العالمين أن أنا في الفصل الثاني أطلع العاشر على الصف، وفي الفصل الثالث طلعت 7 على الصف. فالمدرسة قالوا حرام أن أنت تعيد السنة، وما اعتبروني طالب مستمع ورفعوني إلى الصف الثاني، عشان كذي اللي كانوا وياي في الصف طول سنين دراستي أكبر مني بسنة. بعدها انتقلت إلى مدرسة مدينة عيسى الثانوية، تخصص علمي. إحنا النظام اللي سوق المقررات كان لازم تختار ما بين كيمياء وأحياء أو فيزياء ورياضيات، فدرست فيزياء ورياضيات. بعدها دخلت جامعة البحرين، وتنقلت من كذا كلية فيها إلى أن تخرجت بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وبعدها أخذت الماجستير من بريطانيا في التسويق السياسي، وبعدها أخذت الدكتوراه من كاليفورنيا في الإدارة الاستراتيجية والتفكير الناقد أو الكريتيكال ثينكينج. ابتديت الشغل قبل أدش الجامعة، في 17 سنة ما بين التوجيهي والجامعة، وصادف أن أنا كنت أصغر معيد في جامعة البحرين. ابتديت أدرس في جامعة البحرين قبل أخذ البكالوريوس، وكانت هذه الحالة الوحيدة في تاريخ جامعة البحرين إذا أنا مو بغلطان. بعدها اشتغلت في مجلس النواب، إحنا كنا الدفعة الأولى اللي تأسست الأمانة العامة لمجلس النواب معاها. ابتدينا دوام في أغسطس 2002 قبل أول انتخابات تشريعية في هذه الفترة، وتنقلت بعد بين مجموعة من الإدارات ما بين الجلسات والعلاقات العامة والبحوث والشعبة البرلمانية. من بعدها قررت أتقاعد، فوقفت اللي هو الشغل في النواب، وقفت التدريس في الجامعة. تذكرين فترة 17 اللي كلمتك عنها اللي ابتديت فيها شغل؟ في وقتها أنا كنت حاط لي 3 أهداف. كان الهدف الأول أن أنا أخذ الدكتوراه قبل 30، والهدف الثاني كان أن أنا أتقاعد قبل 40، والهدف الثالث أن أخلص هالخارطة قبل 50. للأمانة يعني من المقدمة اللي عطتك إياها تقدرين تخمنين أن أنا كنت أحب الدراسة، فأغلب طفولتي كانت في الدراسة. يعني أنا ما كنت مجبور، أنا كنت أستمتع في الدراسة، أستمتع في القراءة، مع أني كنت أعد من الطلبة الشطار، لأن في السابق كان عندنا تصنيف الطلبة نوعين، يا أما أن أهما شطار وهادين ودائما يشاركون وقعدون في المقدمة، أو شوية مشاغبين ما يهتمون في دروسهم ويقعدون ورا. فأنا كنت خليط بين الاثنين، وهذه حير الأساتذة معاي، ما كانوا يعرفون. يعني كانت شطارتي شوي تشفع حق شطانتي، ولكن أنا جدا سعيد يعني بفترة الطفولة، بالرغم من أن هي أغلبيتها دراسة، لكن بعد كان فيها وناسة. هذه سلمك الله من شغلة من الشغلات الكثيرة اللي أنا دائما أكررها. أنا دائما أقول أن أنا كل شيء أعرفه تعلمته من الوالد الله يحفظه. وأنا صغير كان الوالد يشتغل في العلاقات العامة في وزارة الإعلام، وكان دايم السفر. فبالرغم من أن أنا كنت أوله عليه، إلا أن أنا كنت أقول ترى شغلته حلوة،
سواء كعلاقات عامة ولا تنقلة بين الدول. فابتدت تصير عندي رغبة أن أنا أروح أشوف الدول اللي سافر لها الوالد ويرجع ويكلمنا ويقول لنا قصص عنها. فعشان كذي في 17 حطيت هدف أن أنا ألف دول العالم كلها. أظن أن الانسبريشن أو الوحي جاني من الوالد الله يحفظه. وايد قصص، القصص ما كانت تنتهي، ولكن من القصص اللي يعني رسخت في بالي كان في واحدة من الدول الغربية، ومع أنه ما كانت أول مرة يزورها، ولكن تجمعوا عليه في الليل مجموعة مثل عصابة وحاولوا أنهم يسرقونه. ما أدري كيف جات الفكرة، ولكن اضطر أنه هو يمثل عليهم أنه هو أخرس أو أنه هو ما يسمع، فما كان يقدرون يتواصلون معه وهم ما يعرفون لغة الإشارة وتركوه. فسرعة البديهة هذه ونوعية المخاطر اللي تصيد الواحد وهو مسافر خلت يعني صير في عندي رغبة زيادة أن أنا أبغى أسافر وأبغى أشوف. البيئة كان لها تأثير مختلط. إذا إحنا بنركز على المحور اللي إحنا جالسين نتكلم فيه وهو الترحال، إصداري لكتب سلسلة كتب في أدب الرحلات هو خليط من التأثيرات. شلون؟ الوالد الله يحفظه كان يحب السفر، والوالدة الله يحفظها وقت ما كانت في المدرسة كانت تعد علينا السوالف وتقول أن مدرساتها كانوا دائما يمدحون في طريقة تعبيرها بالكتابة. أظن أن هذه العوامل ورثت لي، فأنا دمجت ما بين السفر والكتابة وطلعت مجموعة الكتب هذه اللي هي مما رأيت. بدايتي في الترحال سلمت الله، أنا عندي أصدقاء من أيام الدراسة، بعضهم تمتد صداقتي معهم إلى 36 و37 سنة. الله راد أن كلهم تزوجوا، فإحنا متعودين أن إحنا في كل ديسمبر نسافر مع بعض، غير طبعا اللقاءات الأسبوعية. بس أنا اكتشفت أنهم أساسي يحصلون رخصة عشان ان هم يسافرون سفرة ديسمبر مع الشباب، في ضرائب لازم يدفعونها، هم في الصيف لازم يسافرون اهاليهم وزوجاتهم وعيالهم. فكنت اتم بروحي في الصيف. انا قلت الحين انا اقضي الصيف بروحي، يعني كلام ذي ما ينفع، خلني اروح احاول اشوف شنو فيه في العالم دول. فابتديت تقريبا قبل 15 سنة زايد قاصر التنقل والزيارة حق الدول اللي عادة ما يزورونها الخليجيين، وتفاجأت باللي أنا شفته. يعني كان الغرض من الزيارة أن أنا أملي وقت فراغي، لكن شفت أن يعني رغبتي في الحصول على معلومات زيادة وزيارة أماكن زيادة والاطلاع على عادات زيادة كانت تستمر حتى لبعد ما أرجع. وبالعكس أنتظر الدولة اللي بعدها اللي بروح لها وبحط عليها دبوس. في هذه المرحلة ابتدت هواية السفر. أنا أسافر من أنا صغير ويا أهلي، بس وكنت أسافر كثير من السفرات بغرض السياحة وليس الاستكشاف. ولكن أول دولة سافرت لها بروحي كان في برنامج سياحي يتضمن مرشد خاص وسائق وسيارة واطلاع على معالم وتسجيل وتوثيق، كانت في 2010. وللأمانة الرحلة كانت فيها 4 دول اللي هما يشكلون المنظومة اللي تسمى بالهند الصينية، وهذه هما الدول اللي أنا ضمنتهم في الجزء الأول من سلسلة كتب مما رأيت. الجزء الأول كان فيه رحلتين، رحلة حق دول الهند الصينية اللي هما كمبوديا وفيتنام ولاوس وتايلاند. هذه المنظومة تشمل بورما، لكن ما كانت في هذه الزيارة، رحت لها في وقت لاحق. ونفس الجزء بعد كانت في سفرة ثانية اللي هي حق دول شرق أفريقيا، كينيا تنزانيا وزنجبار ومدغشقر.
وقت ما أنا جمعت هذه المعلومات وقررت أحطها في كتاب، اكتشفت أن كتاب واحد ما يكفي حكم المعلومات اللي عندي. فمن أول كتاب أصدرته كنت متعمد أن أنا أكتب عليه أنه هو الجزء الأول، لأني كنت عارف أنه بيكون فيه أجزاء لاحقة إن شاء الله. بعد الجزء الأول أصدرت الجزء الثاني، وبعد كان فيه رحلتين، رحلة حق دول أمريكا اللاتينية اللي هي بيرو وفنزويلا وبنما وكوبا، ورحلة حق دول البحر الأدرياتيكي اللي هي سلوفينيا كرواتيا البوسنة مونتينيغرو. بعدها أصدرت الجزء الثالث، وبعد كان في رحلتين، رحلة حق دول الشمال اللي هما أيسلندا فنلندا السويد النرويج والدنمارك، ورحلة حق طريق الحرير أو آسيا الوسطى اللي هما أوزبكستان طاجكستان قرغستان كازاخستان ومنغوليا. على ما خلصت الجزء الثالث وأنا كنت وقتها زاير أكثر من 100 دولة، اكتشفت أن عندي مواد تكفي لإصدار 3 أجزاء إضافية. بس وقتها أنا تذكرت المثل الشعبي مالنا اللي يقول عين عذاري تزقي البعيد تخلي الجريب، فخجلت من نفسي، قمت وقفت هذه المشاريع وخصصت الجزء الرابع بس حق البحرين. اليوم وإحنا نتكلم بعد ما أصدرت 4 أجزاء، المواد الموجودة عندي من سفراتي السابقة كافية لإصدار 4 أجزاء إضافية إن شاء الله من سلسلة مما رأيت في أدب الرحلات. أغلب الناس اللي أصادفهم ويدرون أن أنا أحب السفر دائما يسألوني إيش هي أجمل دولة أنت رحت لها، وأنا دائما أجاوبهم نفس الجواب، سؤالكم قاصر. إذا أنت بتسأل عن أجمل دولة، اسأل عن أجمل دولة في إيش. إذا أنت بتكلم عن الطبيعة، فأنا بقول لك زور يا أما النرويج يا أما مملكة بوتان. إذا أنت تبغي تشوف مدينة على الطابع الأوروبي القديم، اترك لندن وباريس وروما، روح يا براغ يا بودابست. براغ طبعا هي عاصمة التشيك وبودابست عاصمة هنغاريا. تبغي تشوف مدينة كأنها جايبينها من القرن 24 حاطينها عندنا كأنها من المستقبل، فضروري أن أنت تزور أستانا. أستانا هي العاصمة الجديدة نسبيا لكازاخستان. كازاخستان كانت عندها عاصمة اللي هي ألماتي، ورئيسهم السابق محمد نور سلطان ارتأى أنه هو ينقل العاصمة من ألماتي إلى أستانا اللي كانت عبارة عن صحراء حرارتها في الصيف 50 درجة مئوية وحرارتها في الشتاء -50 درجة مئوية. فكان الكل مستاء من هذا القرار، بس هو كان شديد وما كانوا يقدرون يقولون لا. فقالوا، كان طالع في حفل عيد ميلاده يلقي كلمة على العادة، قال لهم أن احنا راح ننقل العاصمة من هني إلى هني. يعني الناس يتلفتون على بعض شلون؟ قالوا ما عليش احنا تقولوا لان شاء الله الله يحيينا ويصير خير، لعقب 10 سنين نمد الشوارع يصير خير. قبل عيد ميلاده السنة اللي عقبها بكم من أسبوع قال لهم على فكرة خطابي مال عيد ميلادي هالسنة بيكون في العاصمة الجديدة. خلاهم يسوون لهم كباير مؤقتة على أساس يحطهم أمام الأمر الواقع. الغريب في هذه المدينة إيش؟ أن التنظيم اللي فيها أنا ما شفته في كل الدول اللي أنا رحت لها. بعدين اكتشفت أن أهما جابوا مهندس ياباني توفى كان كبير في السن وقتها، وخصصوا له ميزانية $100 مليون لتصميم العاصمة فقط، فطلعت تحفة فنية. أنا أشجع أي واحد يدخل على جوجل ويكتب أستانا. في آخر أيامه غير اسم العاصمة من أستانا إلى نور سلطان. قبل أسابيع قليلة بعد ما انتهى عهده أعادوا الاسم مرة ثانية إلى أستانا. ولكن أنا متأكد أن أهل كازاخستان الحين يشكرون على تغيير العاصمة، مو بس لأن عطاهم تحفة معمارية، ولكن كازاخستان دولة كبيرة مساحتها 2,400,000 كيلومتر مربع وما فيها إلا 17 مليون شخص. ألماتي كانت على بعد 300
كيلومتر من الحدود الشرقية. القرار الاستراتيجي بنقل ألماتي إلى أستانا أولاً جنبهم سقوط العاصمة وبالتالي سقوط الدولة في حال وجود أي غزو، جنبهم وجود أي رغبة انفصالية للجماعة اللي في الشمال اللي هم من عروق مختلفة، وساعدهم على إدارة دولة بهذه المساحة كان من غير الممكن إدارتها من عاصمة في طرف الدولة. فهذه فيما يتعلق بالدول. أما إذا كان الناس يسألوني يقولون لي وين ناكل أكل حلو، فأقول لهم روحوا زنجبار. زنجبار من قرون وهي مشهورة بتصدير التوابل، فكل شيء تأكله لو من عربانة في الشارع بيكون جدا لذيذ. أما إذا بغيت تروح حق شعب ونيس، شعب الشيوعية طيرت جزء من راسه، لازم تروح كوبا. الناس هناك في كوبا الضغط الشيوعي عليهم وضنك العيش خلاهم على طول مستانسين، على طول راعين نكتة. الناس في الشارع ما يمشون، الناس في الشارع يرقصون، حرفيا يرقصون في الشارع. فتجاربي اللي قضيتها يعني في كوبا في المرات اللي أنا رحت لها تخليني أخذ على أخذ قرار بيني وبين نفسي أن أيا كانت الدولة اللي راح أعبر لزيارتها المحيط الأطلسي فلابد أمر كوبا أضرب كرت قبل أرجع الديرة. هذه من الشغلات اللي يعني كنت أشوفها في الدول. لكن إذا إحنا ما راح نروح بعيد، إحنا بنتكلم عن البحرين، الجزء الخاص في البحرين أنا وقتها كنت أعتبر روحي قبل أسوي إن أنا مطلع. هذه الكتاب وقت ما خلص اكتشفت أن أكثر من نص المعلومات اللي فيها ما كنت أعرفها قبل أكتب الكتاب. خليني أعطيش مثال. كلنا نعرف مثلا أكلة العيش المحمر، وهي من الأكلات الشعبية عندنا وموجودة من قرون مضت. يعني هذه كان الأكل الرئيسي حق البحارة والغاصة. وقت إعدادي للكتاب اكتشفت أن البحرين فيها 5 أنواع من المحمر. أنا ما كنت أعرف هاي المعلومة. وقيسي على ذلك من الأمثلة الثانية سيوف الحكم. سيوف الحكم في الخليج أنت عارفة أن كل عائلة مالكة لها سيف حكم خاص بها. سيوف الحكم في الخليج 9، 6 منهم مصنوعين في البحرين. وفي كثير من الأمور يعني اللي فعلا أبهرتني وقت اللي أنا عد الكتاب. مرة كنت في زيارة حق فنزويلا، وفنزويلا حق اللي ما يدري هي فيها تقريبا منبع نهر الأمازون. فلك أن تتخيلي كثافة الغابات عندهم في هذه المنطقة اللي هم يسمونها الدلتا. أنا أتعمد إذا أزور أي دولة أن أنا ما أكتفي بأن أنا أكون موجود في العاصمة فقط، أحب أروح الأماكن اللي خارج العاصمة وأعيش عيشة الناس اللي هناك. فكنت طالب من المكتب اللي كنت أنسق ويا زيارتي حق فنزويلا أن أنا أقضي فترة في الدلتا اللي هي عبارة عن غابة. قالوا إن شاء الله. وبعد رحلة جو وباص ومركب، مركب طبعا نتكلم عن مركب مثل الهوري الصغير اللي هو حق شخصين. بعد ما قضينا ساعة في أفرع النهر الأمازون لغاية ما وصلنا إلى فندق. الفندق عبارة عن مجموعة من العرشان المبنية من السعف. دخلت الفندق عقب ما نزل شنطتي معاي، وكان في استقبالي لوحة مكتوب عليها عبارة بتقريبا 16 لغة بما فيها اللغة العربية، مترجمة نفس العبارة إلى كل اللغات، والجملة كانت الطبيعة تعيش هنا. فأنا انبسطت بأن اللغة العربية موجودة من ضمنهم في فنزويلا. فرحت على الريسبشن، كانت في بنية من سويسرا عمرها 16 سنة جاية تسوي التدريب الصيفي مالها في هذا المكان النائي تقريبا. فقلت لها أنا عندي حجز وهذه اسمي كذا 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 كذا، فعطتني مفتاح العريش اللي لي ومعه قطعة خشب مكتوب عليها رقم العريش. فخذيته وبامشي. قلت لها تعال، ما تبغي تعرف رقم العريش ماله؟ قلت لها بلكه مكتوب. فقالت انت تعرف تقرأ هذه اللغة؟
أنا الأرقام العربية عيني متعودة عليها، بس يوم ركزت إن ليش هاي مكتوب بالأرقام العربية، قلت لها إيه هذه يعني هذه لغتي الأم، قالت لي انتظر لا تروح محل. فراحت ركضت إلى وراء الرسبشن وسحبت وياها واحد، طلع أنه هو مالك الفندق وهو من أصول فلسطينية وأسس هذه الفندق في هذه الغابة قبل 20 سنة. فأول كلمة قالها لي أنت ضايع؟ قلت له لا ماني بضايع أنا جايكم. قلت له أنا ما قاطع عن عربي هني، شلون وصلت؟ قلت له والله سألت ووصلت. قال لي على حظك، أنا توها اليوم والدتي الصبح قبل لا توصل طالع المركب مالها مرجعها إلى محطة القطار عشان ترجع العاصمة، وقبل تروح سوت لي منسف. فأنت اليوم غداك وياي منسف. قلت أحد تصدق أن أنا عمري ما أكلت منسف، لكن أنا من حظي أن أنا أول مرة أكل منسف في فنزويلا. فهذه كانت من المفارقات الجميلة يعني، وغيرها الكثير كثير. في سنة 2007 قبل لا أبتدي الزيارات الاستكشافية، فترة الزيارات السياحية، كنت في زيارة لإيطاليا وسويسرا والنمسا. فوقت ما أنا وصلت إلى فينيسيا والبندقية كان صيف وكان الجو حار، فأذكر في ساحة مارك بولو بجانب الكاتدرائية بعد ما خلصنا التور مالنا كان الجو جدا حار، قعدنا في ممر مغطى في مثل الكراسي الحجرية. فأنا قعدت وجنبي اثنين من السياح الأوروبيين، ريال وزوجته، أعمارهم في تخميني في السبعينات. الظاهر أن درجة الحرارة يومها كانت جدا عالية عليهم. فوإحنا قاعدين أنا والزوج وزوجته، تفاجأت بأن الزوج مال علي. أنا توقعت أنه هو تعبان، لكن يوم أنا التفت عليه لاحظت أنه ما في نسم. فزوجتي قامت تصرخ، حاولت أجس النبض ماله واكتشفت فعلا أنه ما في نبض ولا في نسم. فالريال توفى على كتفي، ولكن صادف أن أنا قبلها بفترة بسيطة كنت أنا ماخذ دورة إسعافات أولية، فحاولت أن أنا أسعفه ما بين ضربات القلب ما بين التنفس الصناعي. بعد تقريبا دقيقتين إلى دقيقتين ونص رجع للنبض، ولا بوصول الإسعاف اللي ظاهر أن في أحد اتصل فيه لهم خلاص أنا سويت اللي علي استلموا الحين هو في ذمتكم. فإن أحد يموت على كتفك ورب العالمين يسخرك لها عشان ترد فيه الروح، يعني ما أظن أن هذه من المواقف اللي ممكن أنساها. أنا عندي مجموعة من الهوايات، ولكن للأسف أن في أغلبها ما أقدر أن أنا أسويها إلا إذا أنا مسافر. أنا أحب الرماية وأحب الغوص البحري وأحب القفز المظلي، يعني فيما عدا الغوص بقية الهوايات مو متوفرة عندنا في البحرين للأسف. لكن ما تدري كل فترة الجاية تنفتح عندنا ميادين رماية وتنفتح عندنا مساحات حق السكاي دايفينج. كتاب محبوبتي البحرين له معزة خاصة في قلبي، والسبب أن الجهد اللي أنا بذلته فيه يزيد عن الجهد اللي أنا بذلته في الثلاثة أجزاء اللي سبقته مجتمعين. في النهاية هذه ديرتنا، فحرصك على دقة المعلومة، على تحديثها، على توفير أكبر قدر من المعلومات في هذا الكتاب يخليك تشتغل بشغف. إضافة إلى أن هذا الكتاب مع أنه هو صدر قبل الكورونا وهي الفترة اللي عرفتنا بشكل أكبر على الكيو آر كود، إلا أن كان في مجموعة كبيرة من الكيو آر كودز بعضها كانوا يوصلون إلى لوكيشن الموقع اللي أنا أتكلم عنه، والجزء الأكبر كان عبارة عن مقابلات. ما أنا كنت مؤمن أنه مو معقول أن أنا ألم بكل الأشياء اللي موجودة،
فلما أتكلم عن موضوع كنت أسأل من هو أكثر شخص متخصص في هذا الموضوع وأطلب موعد معنا وأخذه وأسجل له مقابلة مثل هاي المقابلة وأرفعها على اليوتيوب وأحط لك QR كود في صفحة الموضوع بحيث أنت لما تصفح الكتاب وتشوف المعلومات اللي فيه الصور وما تكتفي تقدر أنك تسوي سكان حق QR كود وتشوف أكثر من 100 مقابلة موجودة في الكتاب حق 100 من أهم الشخصيات اللي عندنا. هذه جانب. الجانب الثاني إصداري للكتاب باللغتين العربية والإنجليزية هو مو آخر الطموح. مثل ما أنت عارفة اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة هي العربية والإنجليزية، الفرنسية والإسبانية، الصينية والروسية. فأنا أتطلع إن شاء الله، وهذه من المواضيع اللي ناقشتها مع السياحة عندنا، أن تكون في طبعات إضافية من هذا الجزء تحديدا، مثلاً تخصص طبعا للغتين الفرنسية والإسبانية، ولغتين في طبعة ثالثة اللي هما الروسية والصينية. الكتب السابقة كان فيها ردود فعل جميلة. أنا أتعمد أن أنا أرسل الكتب إلى مجموعة من المهتمين، لأن كتبي موجودة في المكتبات فقط للإهداءات. فلما أرسلها أنا أحاول أن أنا أوصل رسالة. في هذا الجزء أنا وسعت النطاق شوي. في البداية كنت أعطي بعض الأصدقاء، بعض المهتمين، بعض المسؤولين عندنا أهديهم نسخ من الكتاب. بعدين قلت هذا الكتاب يعني يروي قصة عمرها 5000 سنة من تاريخ البحرين، من أيام دلمون إلى عهد سيدي جلالة الملك. حرام ان انا اضيق النطاق مالك، خلي الناس يعرفون، خلي الناس يشوفون بحرين شنو تاريخها شنو حققت. فقررت ان انا اهدي نسخ من الكتاب الى قادة دول مجلس التعاون. انا اتكلم عن الحاكم، ولي العهد، رئيس الوزراء، وكانت ردود الفعل جدا جميلة. بعدين قلت هذيل بعد يعرفون البحرين، خل اوسع النطاق شوي. فأهديت الكتاب إلى بعض رؤساء الدول عندنا الشقيقة اللي احنا بيننا وبينها علاقات طيبة، مثلا راح إلى رئيس مصر، ملك الأردن، ملك المغرب، مجموعة من الرؤساء. بعدين قلت لا، وين مصدر اتخاذ القرار عندنا في العالم؟ مصدر اتخاذ القرار في G20 اللي هي 20 دولة صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم. اليوم هذا الكتاب وصل إلى جميع رؤساء G20، واللي أغلبهم أثنوا عليه وأرسلوا لي يعني شكرهم من خلال السفراء أو غيرهم من الطرق، وفي منهم من دعاني لزيارة دولته على أساس أن أنا أضمنها في الأجزاء القادمة. فهذه الكتاب له معزة خاصة عندي. أكمل الخارطة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا طفت الحين 100 دولة وباقي لي مجموعة صغيرة أحط لي إن شاء الله اللي هو بلان على أساس على الوقت المحدد أكون خلصتها إن شاء الله. عادة أنا أخاطب مجموعة من مكاتب السفر والسياحة في كل دولة بروحها وأقول لهم اقترحوا علي برنامج، وبعدين أخذ متوسط عدد الأيام المقترحة علي، لأن في بعض مكاتب السفر يعطونك برامج قصيرة وبعضهم يحبون انهم يطولون، فلما تأخذ المتوسط انت تقدر ان انت تضمن ان انت بتغطي الاشياء المهمة اللي انت تحتاجها، خصوصا ان انا شخص واحد. في الوقت اللي هم يخصصون الجروب لمشاهدة معلم معين انا بحتاج نصه اساس اشوفه وعلى الحالي. اول شغلة انا ابغى اقولها حق اللي يحب السفر انه غير الدول، غير قد ما تقدر غير الدول اللي انت تزورها. دائما حاول قد ما تقدر ان انت تروح حق دول جديدة. ثانيا، وقت اللي انت تسافر حاول انك تتخلى عن النمط الشرقي في السياحة اللي هو يختصر على الاكل والتشري. حاول ان انت تعيش مع اهل الديرة. هذه الشغلة راح تفتح مداركك على كثير من الامور اللي انت هنيك ماخذها كمسلمات. سفري حول العالم رواني ان احنا شقد عايشين في نعمة.
رواني ان الشغلات اللي احنا وعينا على الدنيا واحنا ماخذينها فور جرانتد، في ناس غيرنا ما يحلمون ان هذه اشياء ممكن تكون طبيعيه. انا في واحده من دول البلطيق قاعد اتكلم ويا المرشده، ومرينا في الساحه الرئيسيه للمدينه على مبنى مبني من الطابوق الاحمر. هاي الكلام تقريبا قبل 6-7 سنين. فقلت لها شنو ذي المبنى؟ تقول هذه المبنى اللي مسبب لنا كلنا أرق. قلت لها ليه شنو ذي؟ لا تقولي هذه مبنى الضرائب. قلت لها إيه. مش يعني تقولي بسألك كم ضريبة الدخل عندكم في ديراتكم اللي انتم البحرين؟ قلت لها نعم. كم ضريبة الدخل عندكم؟ فقلت لها ما عندنا. مشيت وصلنا المبنى، أحاول أن أنا أسألها، التفت لها هي معها، التفت وراي لها هي واقفة من مكان اللي أنا قلت لها ما عندنا، من صدمة أن إحنا ما عندنا ضريبة دخل. كشفير تقول إحنا شغلنا شاغل كم بندفع من ضرائب، وأنت تقول لي بكل بساطة أن ما عندكم ضريبة دخل؟ ليش؟ قلت لها يعني إحنا الحمد لله يعني وضعنا يعني زين. فقالت طيب كم أسعار البيوت عندكم؟ قلت لها الدولة تعطينا بيوت بأسعار رمزية. يعني حسيت أنها هي بتكنسل التور وبتمشي عني مع أنها من دول أوروبا. فأبد يعني إحنا الحمد لله عايشين في وضع، في كثير من الناس يتكلمون يقولون إن إحنا يفترض إن وضعنا يكون أفضل ويفترض إن وضعنا يكون أحسن. أنا أستغرب من وين يبتوا هذه المعلومات، من وين يبتوا هذا التقييم. بس في زيارة هذيل الشباب حق بقية دول العالم راح يعرفون إحنا شقد عايشين في خير ونعمة الحمد لله.